كما نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا بمحافظة أسوان في إطار سلسلة اللقاءات والجلسات الحوارية الخاصة بالحوار الوطني لدعم السياحة العلاجية بالمحافظة. يهدف المؤتمر لتوعية المواطنين بضرورة النهوض ودعم مجال السياحة العلاجية التي تشتهر بها محافظة أسوان والتي يقصدها السياح للاستشفاء من بعض الأمراض، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم العديد من القطاعات منها الصحة والسياحة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية لا سيما محافظات الصعيد. الموضوع ده اختيار صائب لمحافظة أسوان إن احنا نتكلم على السياحة الصحية بمجملها، لأن أسوان فيها مقومات الرمال والشمس والطبيعة والأعشاب اللي موجودة في أسوان، غير الموقع الجغرافي اللي بالفعل بيدينا ميزة عن بقية المحافظات، ان احنا عندنا اربع بوابات: الميناء النيلي، السد العالي، الميناء الجوي، ثم أرقين وقسطل. يوميا بيتوافد حوالي 5000 سائح سوداني وافريقي، كلهم يمكن يعني معظمهم جايين للسياحه العلاجيه. نمط مهم من انماط السياحه في مصر، المفروض ان احنا نحاول ان احنا ننميه ونساعد ان اسوان يبقى ليها زوار اكتر بيستهدفوا السياحه العلاجيه. الاماكن السياحيه الموجوده اللي هي العلاجيه، عندنا الرمال الحراريه، عندنا اماكن كتير على مستوى البحر الاحمر، مستوى سيناء، على مستوى جنوب مصر كلها، طبعا كلها علاجات سياحيه يعني محترمه وبتعالج اكثر الامراض فتاكة في الجسم. واحنا طبعا بنرحب بالجميع ونسال الله انه يكون المؤتمر ناجح ويؤدي الى مهامه المنوط بها. احنا حاليا في ظل فصل الشتاء والسيزون بتاع اسوان طبعا، ورحلات شباب قطار الصعيد وغيره وغيره، احنا بنحاول من خلال الحزب ان احنا نعمل توعيه للمتخصصين في هذا المجال ان هم يشتغلوا في موضوع السياحه العلاجيه، وننشر الوعي على اساس ان اسوان تستفيد اكبر كم من الاستفاده بشان الموضوع ده. يعني بنعمل حوار وطني عن توعيه السياحه الصحيه لطلبه المدارس التعليم الفني، وايضا مشاركه المجتمع في الحوار الوطني عن اهتمام السياحه وتنميه السياحه في منطقه الصعيد. كلنا بنأيد الحوار الوطني لمناقشة الأفكار وتجديد الأفكار وابتكار الأفكار من جيل المستقبل وجيل الحاضر، أيضا من بعض الزملاء ومن بعض الأحزاب وحزب كل المصريين، حزب حماة وطن.